عدم وجود الاستقرار وعدم وجود آمال مستقبلية في حياة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة ونتيجة الأوضاع السياسية التي أصبحت كل شاب يتهدد أكثر من مرة في اليوم، ونتيجة وجود العصابات والأجندات الخارجية التي تعمل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. أما مستقبل ففي حقيقة أنه بفقدان الشباب تنفقد كل الحياة، ليست السياسية فقط، حتى الحياة الاقتصادية. منطقتنا الآن مهددة بمستقبل غير محمود أبدا. طبعا إيمز بن بكي بيتر انه سبب اقتصادي، انه فقيرتي يعني انسان انه يا دوب تفكر انه شاور لقمه العيش بامنين شخوره. فافايا سببك رئيسيه انه انسان دوري سياسته كتيه بيتر تشجعيني سر تماسك مجتمعي سر حس كرنا ملت شاور بهدوره الي كاربن هقر مشكلاك هبه حل بكن هلا. فهل شيء بالمشهد السياسي السوري الحالي صعب الواحد يشارك فيها؟ يعني اولا كونه انعدام الحريات، انعدام الديمقراطيه وحقوق الانسان وهاي الشغلات، يعني الاجواء الشبابيه كمان يعني ما ضلت هالشيء، والمنتديات سكرت أبوابها والمراكز الثقافية والاهتمامات الشبابية يعني انحسرت. هاي التحديات اللي صارت بهالفترة يعني. حتى نعيد هذه الفئة الشبابية إلى المجال السياسي يجب أن نؤمن لهم مستقبلا سياسيا، أن يكون هناك مستقبل واعد يطمحون إليه حتى يناضلوا من أجله وينخرطوا في الحركة السياسية. أما إذا لم يجد الإنسان مستقبل لعمله فسوف يبطل عن هذا العمل أكيد. فأهم شيء هو أن نأخذ طموحات الشباب بعين الاعتبار، طموحاتهم المستقبلية، أهدافهم الحياة السياسية تكون قريبة على طموحاتهم. طبعا انسان واعي انسان مثقف او كاره هيدي حياته سياسي فيجرينه او دستكيوي تذهب انه الي كاربه الاداره الذاتيه هي المسؤوله عن هالشيء، ولازم تقدم امكانيات للشباب ويكون مراكز في الاداره لاتخاذ القرارات.